السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زكاة الفطر والمسائل التي يكثر السؤال عنها في هذا الوقت. أولا، يجوز إخراجها الليلة؟ من الليلة يجوز أن تخرج زكاة الفطر كما قال العلماء، هذا واحد. اثنين، هل يجوز أني أعطي الفقير نقود؟ لا، تعطي صاع من تمر أو بر أو شعير. قال ابن عمر فرضها النبي عليه الصلاة والسلام زكاة الفطر صاع من تمر أو بر أو شعير قمح أو رز كيلو ونص عن واحد. بعطي لجنة دينار، هم يطلعون ما في حرب، حاطكم تحت اللجنة جمعية الإغاثة الإنسانية، تدفع دينار واحد عن شخص واحد، بس قبل لا تدفع عن أهل بيتك كلهم تقول لهم ترى طلعت عنكم، تبلغهم لأنها عبادة تحتاج إلى نية ويوكلوا لك، وأنت تقول لهم. بعضهم يقط العيش على اللجان ولا يدفع وما بلغ عياله. طيب يجوز أني أحولها إلى أهلي في الأردن ولا عيالي ما أدري وين؟ يجوز. أنا أدرس برا، طالب يقول أهلي طلعوا عني، لازم يبلغونك، ما في حرج إن شاء الله تعالى. الخدم في البيوت إن كانوا مسلمين طلع عن كل واحد، وتقوله بطلع عنك. الجنين لا يجب، لكن عثمان قال يدفع عن الجنين. اللي جاني جزء الإشكال، بعض الناس يقول طيب الفقراء محتاجين فلوس، عطهم زكاة مالك، عطهم صدقة. يعني حتى زكاة الفطر هي اللي فطر شيء تفطر عليه، سميت زكاة الفطر. الأكل اللي كليت منه برمضان كله طلع منه تزكي، زكاة الفطر. زكاة الزروع زروع، زكاة المال مال، زكاة الطعام طعام، لا نغير. طيب ممكن تعطي فقير دينار يشتري فيه سيجار ولا يشتري فيه شيء غلط؟ لا. فطيب دفعتها دينار صدقة لك، طلع الآن زكاة الفطر، تعطي لجنة ما في حرج، هم يشترون لك ما في حرج كما حطيت لكم تحت في الجمعيات. فالفقير الفقراء في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أحوج من فقراءنا الآن، الرسول ما قال عطهم من المال، واضح؟ فهذه عبادة شعيرة مش عادة الدين. جمهور الفقهاء قالوا لا يصح، فتوى الشيخ ابن باز بن عثيمين قالوا لا يجوز، قالوا الصحيح، لكن توكل جمعية ما في حرج. أهلي طلعوا عني وأنا ما أدري، ما عليك شيء، بس بلغوك ما في حرج. وأتمنى بلغ بناتك الصغار الكبار، اقعد معاهم علمهم، قول لهم ترى الواحد صاع كيلوين ونص وطلعت أنا العيش، طيب زدت العيش حطيت 50 كيلو، زكاة الفطر عندي 40 كيلو تقريبا، خليته 50 ما في حرج، بس لا توسوس، إن زدتها فهو خير لك، ما في حرج إن شاء الله تعالى. فعسى ربي يحفظكم ويبارك فيكم. هذه مسألة مهمة في أحكام زكاة الفطر، وبدأوا الشباب من اليوم 95% من اللي راح تدفعونه راح يوزع داخل الكويت، 5% راح يكون برا الكويت، عشان أبرد دمي تمامكم. هذا شيء أمانة أوصله لكم إن شاء الله، وأنا مع الشباب في جهة التوزيع إن شاء الله تعالى لزكاة الفطر إن شاء الله.